يا رب السلام. إليك ترتفع قلوبنا يا إلهنا وفادينا يسوع المسيح، ونبسط أيدينا متضرعين إليك أن تحل في قلوبنا وفيما بيننا، لتملأنا هدوءا وسلاما وطمأنينة، فنهدأ ونفرح، وبك وإلى الأبد نسكن مطمئنين. آمين. يا يسوع، في هذه الليلة وقد بدأ الصوم الذي يسبق الاحتفال بميلادك العجيب والمجيد، لنهيئ أنفسنا لاستقبالك وأنت بين يدي العذراء الحنون، أو مضطجعا في مزود للحيوان وملفوفا بخرق بالية تمثل كل الهوان، ومع ذلك فأنت ملك الأرض والسماء والمسبح من الملائكة ومن كل القديسين. نحن نلجأ إليك أيها الوليد في مزودك، وإن كنا نتمشى معك فأنت أيضا في مسيرتك تفتقد شعبك، وأكثر من هذا تتقدم لحمل الصليب الذي كان لابد وأن نصلب نحن عليه، ولا يكفي صلبنا، فنحن قد أخطأنا إلى السماء وإليك يا إلهنا. نتطلع نحوك يا يسوع، وأنت الذي علمتنا الصلاة وقلت لنا متى صليتم فقولوا هكذا أبانا، ندعوك الأب، وما يملك الأب من حنان ومن عطف ومن رقة على البنين، فهكذا قلت وأعطيتنا أن نصلي قائلين أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لأنك أنت قدوس وحدك وليس سواك. والطلبة التي علمتنا أن نبدأ بها فهي ليأتي ملكوتك. ملكوتك والملك لابد أن يكون لملك. من هو الملك الذي يملك على قلوبنا ونشعر أننا نستريح لملكه، ليس فيه غطرسة أو جبروت، وليس فيه إذلال للنفس، ولا نحن أمامه بعبيد، ولكننا نكون بنينا، نكون أبناء أحباء. ما هو هذا العطاء والعطية؟ عطية من رب السماء يقول لنا أنتم أبناء وتطلبون الملكوت ليأتي ملكوتك، ونحن نسمع القول ملكوت الله داخلكم في أعماقكم، تحسون أنكم أبناء الملكوت، لستم غرباء ولا أنتم عبيد أو أذلاء، ولكنكم بالحق
أنتم أبناء الفداء. من الذي أعطانا الفداء؟ ومن الذي منحنا الملكوت؟ ومن الذي يعطي بسخاء؟ إنه يسوع المسيح. ذاك الذي انتظرته البشرية منذ بدء الخليقة لكي يجيء إليها وينقذها ويرفعها من الهوة، ليس من الجب الذي ألقي فيه يوسف وقد طرحه إخوته ليموت هناك، ولا هو الجب الذي ألقي فيه دانيال، إنه جب الهاوية، إنه المكان الذي لا يستطيع الإنسان مهما أوتي من قدرة أو من آخرين لينقذوه، لا يمكن. من الذي ينقذ؟ يسوع الفادي الحبيب، إنه حبيب لكل نفس، وهو عجيب في كل حياته في تصرفاته، يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. هو رئيس السلام يسوع، يعطي سلام للنفوس التي ضلت وتاهت وتعبت وشقيت وأرادت أن تهنأ ولم تشعر إلا بالذل وبالعبودية. يسوع يجيء ليخلص ويعطي الملكوت، يعطيك شوقا لهذا الملكوت ويجعلك في أعماقك تحس به، وفي الوقت نفسه ليس هو إحساس وقتي ومؤقت ولكنه مستديم، ملكوت سمائي ليس في هذه الأرض أو بعدما تنطوي نسب كما ذهب أولئك الآباء والأجداد قبلنا إلى مكان إن كان هاوية أو مكان انتظار أو مكان حزن وألم وأنين، بل إلى أفراح دائمة. إنني ذاهب بعد الصليب والقيامة لأعد لكم مكانا. ما هو المكان؟ الملكوت السمائي، ملكوتك يسوع، عطاياك لشعبك. نحن خطاة ونحن بعيدين عن الحق وكثيرا ما نزيف الحقائق، ولكن عطفك وحنانك وروحك القدوس الذي أعطيتنا إياه في داخلنا وأعماقنا ينبهنا ويوقظنا لكي نصحو لأنفسنا ونتنبه للعالم وما فيه من خداع وما فيه من شرور. أنت المنقذ وحدك، هذه هي أعمالك مع بنيك، تحبهم، تحنو عليهم، تعطف وتشفق وتنقذ من الهوى وتخرج إلى الرحب وإلى السعة. ما أمجدك يسوع، مهما حاولنا بمفردنا أن نهرب من الخطية ومن إذلالها ومن متاعبها وعقابها، لا نستطيع بمفردنا، فالشيطان واقف لنا جميعا بالمرصاد، يوحي لأفكارنا بأن العالم دائم وأن الخطية لا عيب فيها وأن الدنيا بما فيها ليست إلا للعز وللهناء وللأفراح، حتى وإن كانت باطلة يجعلنا نجري وراءها. هنالك أفراح وهنالك أكاليل. ما هي الأكاليل؟ سر الزواج، وبعد هذا السر المقدس ذو الأموال والغنى واليسار، حتى وإن لم يكن الكثير لديهم
ولكنهم يحاولون أن يظهروا بهذا المظهر الذي لا يتفق مع مراسيم الصلاة، ويلجؤون إلى أماكن يجدون فيها ليس كلمة مقدسة أو ترنيمة حلوة، يجدون أو هم أنفسهم يرقصون ويزمرون ويطبلون ويقولون أن هذه مظاهر الأفراح، وكم تدفعون أرقام خيالية، ولماذا؟ لكي نتمم أفراحنا، إنها أفراح باطلة. وكما كانت أيام نوح يزوجون ويتزوجون، يعني يزوجون ويتزوجون بأسلوب كما هو الحاصل الآن فيما بيننا، كما كانت أيام نوح يزوجون ويتزوجون، هكذا يكون مجيء ابن الإنسان. يعني ما يعمل هذا غفلة، وإن كان فيه خداع للنفس أننا فرحانين، من قال أن هذا فرح؟ نحن نفرح بالمسيح، بقيامته، بمجيئه، بغفرانه لخطايانا، بفدائه العجيب، ببنوتنا له، وهو أب لنا. هذا هو المطلوب، هو أب ونحن أبناء، والأبناء يحتضنهم الأب، لا يحتضنهم في أماكن السوء ولا في أماكن الرقص والطبل والزمر، ليس هذا هو المطلوب. الكنيسة ترجو لكم أفراحا دائمة، يسوع وجوده فيما بيننا فرح، قيامته من الموت أفراح دائمة، إعطاؤه لنا حياة دائمة وأبدية هي ملء الفرح، إنقاذنا من الخطية هي فرح، وإعطائنا النصرة، إنه أعطانا النصرة على من؟ على أكبر قوة موجودة في العالم، ألا وهو الشيطان، أعطانا القوة أن نغلبه، لا بأسلحة مفلولة ولا بأسلحة نارية عالمية، ولكن بندائنا ليسوع: اللهم ارحمني يا يسوع، أنا الخاطئ. يسرع يسوع إلى نجدتك، الملائكة تحيطك من كل جانب، الصلوات المرفوعة هي التي يكون فيها العزاء وفيها الشفاء، ولكن نحن نجري وراء الشيطان الذي يقبض علينا ويمسك بأيدينا ويضمد، وليس يضمد جراحا بل هو يضمنا إليه ويجعل الجراحة تنزف أكثر وأكثر من سهامه التي تصل إلى أعماقنا. أما يسوع هو الذي يضمد الجراح، وهو الذي يشفي، وشفاؤه هو الشفاء الكامل، هو عنده الدواء، ولكن الداء هو من العالم، الأمراض هي أصلا من الخطية، تنبت لك الأرض شوكا وحسكا، أعني فيها أمراض، فيها أوجاع، والموت قديما لم يكن وراءه من رجاء، يموت، نزل الجب والهاوية، أين أنت يا آدم؟ بعد أن كان له لقاء مستمر مع الرب في السماء، تحول إلى خائف يجري ويتوارى وراء الأشجار، وشعر بالعري بعد أن كان سعيدا هو وحواء، ولكن الأمور تغيرت. هكذا كل خاطئ يشعر في أعماقه بالخزي وبالعار، عار الشعوب الخطية، البر يرفع شأن الأمة،
ولكن العار هو الذي يدمر وفيه الخزي وكل الدمار. أنت لمن؟ الشيطان يخدعك ويمسك بأيديك وبقدميك ويجرجرك ويدفع بك إلى الهاوية ويربطك عبدا لتكون تحت سيادته ورئاسته، أم أنت ليسوع؟ يسوع الذي جاء ليخلصك. من يستطيع أن يقول جئت لأخلص؟ جئت لتكون لك حياة وليكون لك أفضل من سابقيك من الآباء والأجداد قبل مجيء يسوع. ليس هنالك من يستطيع أن يقول مغفورة لك خطاياك غير يسوع، ولا يستطيع أحد أن يقول أنا الرب شفيك غير الإله والرب يسوع. والمحتاجين إلى الشفاء شفاهم يسوع. لم يقدم لهم طعاما فقط هنالك فوق الجبل، بل أيضا أعطاهم ليأكلوا. ولماذا تهتم بأكلهم يا يسوع؟ ألم تكن أنت الذي ناديت بالصوم وصمت 40 يوما مع لياليها، وجاء الشيطان أيضا ليجربك حينما شعر أن الوقت قد طال بك وبدأ الجوع يسيطر عليك ويقول لك قل للحجارة تكون خبزا، ألقي نفسك من فوق لتكون لك معجزة ويتهلل الناس بك، أسجد لأعطيك ممالك العالم وميدان. كل هذا نفاه يسوع لأنه هو الملك وليس في حاجة إلى خبز وإلى مجد ولا إلى تكريم ولا إلى معجزات هزلية، بل هو رب الحياة والموت. يسوع وحده هو الذي يقيمك من عصرتك، وهو الذي يدعوك إليه وإلى وليمة عرسه. يسوع الذي نادى بالصوم أشفق على الجموع ويقول للتلاميذ أعطوهم ليأكلوا. إذن أنت لا تهتم لنفسك ماذا نأكل، ماذا نلبس، أو ماذا نشرب، أو غدا ماذا يكون. لا تهتم، اهتم أولا وأخيرا بحياتك القادمة. ضع في حسابك أن هذه الحياة التي نحياها في شكلنا الظاهري هي حياة قصيرة، مهما طالت الأرقام أو كثرت السنين تعتبرها أمراض، ضيقات، متاعب، نكد، مشاكل، قضايا، فقر، جوع، أيا كان. لكي لا تتمسك بهذه الحياة تطلب ما هو فوق، تطلب الحياة الآتية. الحياة اللي انت فيها انساها، هي إعداد لحياة قادمة، وهي استعداد لأبدية سعيدة. أما أن يكون لك إرث هنا أو كنز أو أي شيء من الممتلكات الفانية والبالية، فكلها من أولها لآخرها فانية. إذن نطلب ما هو فوق، يسوع بمجده، الحياة الأبدية بحريتها وكرامتها، السلطان الذي لا يزول. أبناء الملكوت، لسنا أبناء العالم. ابن الملكوت يملك في الملكوت، هذا هو الميراث. ابن الدنيا فهي دانية ومتدنية وليس فيها ما يسعدك أو ما يدوم لك. كتبوا على كراسي قديمة يكتبوا لو دام لغيرنا لما وصل إلينا. حكمة اللي قاعد مسلطن وريس وكبير ويحكم ويتحكم يجلس على كرسي ويكتبوا له هذه العبارة لو دام لغيرنا من سبقنا وكان جالسا فوق هذا الكرسي يحكم ويتحكم ما كان يوصل لنا.
راح وانطوى وزال ومضى كظل وعبر، إنما الذي يدوم ملكوت السماوات. هذا الجسد جسد ضئيل ونحيل ومبلي بالأوجاع والأمراض. خذ عندك، أنا مريض، رحت للأطباء ووصفوا لي كذا وكذا، وأنفقت كل معيشتها ولم تستفد شيئا، بل صارت إلى حال أردى قديما وحديثا. هنالك أطباء، إن كانوا حتى أطباء من نوع آخر نفساني أو غيره، كلهم معزين متعبين، ليس منهم غير الوجع والأنين يزيد ويتكسر. أنا اختبرت الدواء ده واختبرت ذاك الدواء وما نفعش وما أفادش. ماذا يفيد الإنسان لو ربح العالم كله؟ عاوز أقول عبارة وبقولها سعد، لو خسر صحته. الله الصحة، أيوة، لو خسر حتى صحته، طبل وزمر ورقص وسكر وعربد وتركت له الحرية واستسلم للشهوات الجسدية وللمجالس والأنس وكله، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله؟ مش هقول خسر نفسه، بس خسر صحته، لا يستطيع أن يستردها مهما أنفق ومهما استجدى ومهما زاد العلم ومهما كثر الأطباء، ولكن ليس شفاء. ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ يعني خسر الأبدية، يعني ملوش نصيب في المسيح، يبقى يعمل إيه؟ هنا الدمار، وهنا ليس للأمر لا نقول ملحق ولا نقول هنالك لجنة رأفة ولا أسلوب آخر، حينما يأتي الحساب ليس هناك من عتاب، بل لابد من العقاب، كل يأخذ نصيبه، عقاب أم ثواب. ولكن نحن لسنا عبيدا، احنا بنحب يسوع مش طمعا في الملكوت ولا في الثواب، حبا فيه، هو كل شيء، ونحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا، هو أحب أحب وما زال يحبنا، وحتى البعيدين إنه يسعى وراءهم ويناديهم، هلموا تعالوا إليه يا جميع المتعبين. من يقدر يقول إنه مش تعبان؟ من يقدر يقول إنه في العالم ده إنه مستريح؟ هو بيخدر نفسه، الذهن مخدر، إنه يشرب، لست أقول يشرب خمرة، يشرب هموما، يشرب متاعب، يأخذ وعودا شيطانية وليست هي وعود مقدسة، يعطيها يسوع من عنده تعزية لأبنائه وحبا لهم. نحن نسعى وراء يسوع، يعطيك يسوع ميت ابن للملكوت ويسجل لك عقد ملكية أنك ابن الملكوت ووارث له، وأين يسجله؟ لا في محاكم ولا مكاتب عالمية، يسجله بنفسه ويأخذ مسمارا من الذي دق على الصليب ويكتب اسمك على كفه، ويظل أمام عيني يسوع، عيني عليك من أول السنة إلى آخرها، أيا كانت السنة، 12 شهر، 365 أو 66 يوم، يقول لك عيني عليك، ويكتبها بالدم ويخليك تشوفها بعينيك، ويقول لك هذا صنعته حبا لك، أدي الوثيقة وأدي عقد الملكية اللي تستلمه من يسوع وتتقدم إلى المائدة المقدسة
وترى نفسك هناك أمام مسبح الرب، وإذا بكاهن الرب يقدم لك ما قاله يسوع: خذوا كلوا، هذا هو جسدي، خذوا اشربوا، هذا هو دمي. لا تذكار ولا للذكرى، ولكن حقيقة كلام ملك. يقول يسوع: هذا هو جسدي. ما اقدرش اقول له لا مش جسد. التلاميذ قالوا الكلام ده صعب، مين يقدر يحتمله ومين يقبله؟ الناس سابوك يسوع امشوا. قال لهم: براحتكم، وانتم ايضا ان اردتم ان تذهبوا فاذهبوا. كلمة يسوع لا يسقط منها حرف ولا نقطة ولا تتغير. قال جسدي يبقى جسدي، قال دمي يبقى دمي. لكن نتفلسف ونقول لا ده تذكار او صورة منه، لا ما نقولش ده. هاتوا قصة، هاتوا قصة وملأوه من المن ده. قال هو يشهد لي، هو نفسه مش صورة منه. لا، المن المخفي، جسد الرب يسوع، دم يسوع، يسوع بنفسه. لا قول صورة ولا حتة منه ولا حاجة للتذكار. يسوع بيعطيك ذاته، بيصلب نفسه، أطاع حتى الموت، موت الصليب، وقال لك على الصليب: قد أكمل. كل اللي انتظرته البشرية من أولها لآخرها أهو تم على الصليب، تم على من الذي تمم الفداء؟ يسوع. أعطاك الضمان وأعطاك الكرامة وأعطاك الغفران، وإنت قاعد في أمان. إنما يجي مخك يشرد يمين وشمال تقول لي: يسوع يسوع يسوع، الشيطان بيضحك علي، يقول لك: يسوع لا تخف لأني معك. ما تخافش. أنا لما يجي طبيب يقول لي: لا لا الأمر بسيط، ما تخافش، ده بسيط، حاضر أهو خلاص، الدواء ده، الدهن ده، المشرط ده، بصدقه. لكن لما يجي يسوع والشيطان يشككني في كلامه، يبقى مخي مش طبيعي. وإيه اللي يخليه مش طبيعي؟ إيماني ناقص، إيماني ناقص. أنت مؤمن بيسوع؟ إن أمنت خلاص. الراجل قال له: ابني مريض، غلامي مريض. يا ندى قال له: خلاص ابنك. شوفي، كل المرضى الذين لجأوا ليسوع من دون لمسة، كلمة منه كانت فيها الحياة. كلامي واحد، يقول احنا كلمتنا واحدة، الناس يقولوا كده، ده شرف وكلمة. أما السماء فكلمتها باقية وخالدة، وحرف واحد من كلام يسوع لا يزول، لأنه هو صاحب الكلمة الذي به نحيا ونتحرك ونوجد. ما نقدرش نقول ان احنا شطار، لا مش شطار. الشطار اللي فينا لما نمسك يسوع ونقول له: اجذبني وراك، اجذبني، امسكني، اوعى تسيبني يا يسوع، وتخلي فكرك مع يسوع، اوعى تسيبني. تلقى تحس ان يمينه القوية بتمسكك وبتخرجك من الظلمة ومن الشر ومن الفكر الرديء ومن الخطيئة، وتلقى نفسك حقا فرحان ومنتصر. ثقوا أنا قد غلبت العالم. ليه يسوع غلبته؟ بتورينا إن العالم انكسر واتغلب، وإحنا لينا النصرة، إحنا نملك النصرة. بمن؟ بيسوع. لكن غيره كله بينهزم. معركة النهاردة الحسابي، تاني يوم لا، المسألة كر وفر، انتصار وانكسار. لكن بيسوع نصرة متواصلة، ومن مجد إلى مجد، كما من الرب الروح، روحنا منه وأعطانا الحياة وادانا الثقة وقال لا تخف. بعد هذا نشكره اللي دعانا وهو معانا، وجعلنا دايما نستمع لصوته، ونقول له: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إليك، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. يا رب السلام.